آلاف الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار قصدوا إكسبو 2020 دبي، فكانت أروقة المعرض الدولي الضخم تعج بحضور مميز وكبير مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووضع الكمامات. الزوار تجولوا بين الأجنحة واستمتعوا بالفعاليات والأنشطة المرافقة لنهاية الأسبوع، من جلسات نقاشية وعروض ثقافية وحفلات موسيقية. ومع احتفال إكسبو 2020 دبي بأسبوع الفضاء الذي يختتم غدا، سيتحول موقع الحدث الدولي نهاية الأسبوع إلى قطعة من السماء ضمن مهرجان الأضواء الاستثنائي كاليدوسكوب، الذي سيعرض مجموعة من المنحوتات المضيئة المستوحاة من الكواكب.